عليكم، معاكم فريق اطباء. ان شاء الله هنتكلم النهارده على سيشن من سيشن الاندوكرينولوجي اكزامينشن، وهي سيشن بتتكرر كتير جدا، اللي هي الثيرويد اكزامينشن. الثيرويد اكزامينشن الحالات اللي بتنزل واللي شفناها في الراوند حاله جريفز ديزيز، راجل عنده جريفز ديزيز، دي الحاله المشهوره والكومن جدا. طيب هنبتدي زي ما احنا بنمشي على طول، بنبتدي بنشرح التشيك ليست الخطوات بتاع اخش اعمل ايه على العيان، ابتدي في الاخر فاينل كومنت، كومنت للدكتور اللي انا بمتحن عليه. بعد ما اقول الفاينل كومنت بشوف اي اسئله حلوه في الراوند ولا حاجه نركز عليها عشان ممكن يسالونا فيها. نبتدي الاول زي اي اكزامينشن، بقطع ايدين العيان، بخش على العيان بغسل ايدي و السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سنه 6 صح حضرتك، واخدت البرميشن بتاعه. مهم جدا بقى في الثيرويد الاكسبوجر، خصوصا لو في مين الاكسبوجر هيبقى ازاي. طبعا النيك كلها اكسبوز، وكمان الابر شيست، يعني المفروض ايه، المفروض ينزل اشوف الابر شيست يفتح القميص او يقلع التيشيرت لو هو لابس تيشيرت زي كده، يبقى ده مهم جدا في حاله السيارات. انا هاكزامن منين؟ هاكزامن من الناحيتين، من فرونت اوبزرفيشن وساعات هقف بهايند اكزامنيشن. يبقى انا خلي بالي ان انا مش هقضي الاكزامنيشن كله من الفرونت بس، لا انا هحتاج كمان ان انا اجي بهايند اكزامنيشن. ده بالنسبه للمقدمه اللي عليها في التشيك ليست درجات. نخش بعد كده على الجنرال اكزامينشن. الجنرال اكزامينشن اللي التشيك ليست مركزه على ايه؟ على الفايتال داتا. الفايتال داتا اللي هي البلاد بريشر والبلس. هنبتدي نقول في التشيك ليست لو في زيادات هنعملها. نخش على العيان، ابتدي اقول له يا صاحبي ممكن نقيس نبضه، ممكن نقيس قياس المادي زي اي حاجه خالص، اجهز الساعه بتاعتي، ابتدي اخلي العيان سيمي فليكس كده، وابتدي اقيس النبض في نص دقيقه واضربه في اثنين، اشوف الاول الريت وعلق على الريت والريزم والفوليوم. الفوليوم في الجريفز ديزيز لو هو انا متاكد ان هو جريفز من الاي ساين، جريفز دي بعرفها من الاي ساين تكون واضحه، هبتدي اقول ان الفوليوم بتاعي عالي لان في عندي وايد بالس بريشر. وايد بالس بريشر ده بيعمل بيج فوليوم اللي هو اسمه باوندنج بالس. فببتدي لو انا خلاص مشخص الحاله جريفز، هبتدي اعلق للدكتور اقول له ان الفوليوم زايد. بعد ما خلصت وضربت في نص دقيقه هبتدي احط ايدي كده، وفعلا الساين دي موجوده، هلاقي ووتر هامر بالس، ووتر هامر بالس فعلا عادي اللي شفناه كان عنده بيج فوليوم يا جماعه، يعني الفوليوم فعلا زايد. وانا اشوف هنا الساين الووتر هامر بالس. اهميه الهارت ريت ان انت بتشوف العام بتاعك متظبط ولا لا. البالس السيشن بتاعت البالس في الثيرويد اكزامينشن مهمه جدا جدا جدا. فانا شفت الريت والريزم وشوف الفيسل وول زي الفيديوهات اللي الدكتور صفوت شرحها في الجنرال، اطبقها كلها واشوف الكواليتي بوز سايد، واشوف ايه السبيشال كاركترز، واشوف بره هو عايز بقى كتيبيكال لو في كيميكال ديفيسيت ولا حاجه، خاصه اتاكد ان مفيش اي ريزم ريجولاريتي زي اكسترا سيستول، خصوصا لما تكون مع حالات الجريفز لان في الثيرويد اكزامينشن في الثيرويد هرمون عندي. بعد ما خلصت سيشن البالس هبتدي اقيس البلاد بريشر. ليه؟ لان حاله الجريفز فيها ايزوليتد سيستوليك هايبر تنشن، لان انت هتلاقي مثلا السيستوليك بلاد بريشر 150 والدايستوليك 80 عادي مش زايد قوي. يبقى خلي بالك بتفرق مهمه جدا. في الثيرويد في حالات الجريفز بيكون عندي ايزوليتد سيستوليك هاي. بعد كده التشيك ليست على الاي اكزامينشن. الاي اكزامينشن هبتدي بالاول عشان ما ارسستني في دماغي ان انا اعمل انسبكشن للعين قبل ما اعمل الساينز اللي هي احنا عارفينها اللي هي الساينز المهمه في النظر، عشان دي بننساها. بعمل انسبكشن لايه؟ من اول فوق كده للاي ليد. هل الاي ليد ده نورمال ولا في بافنس ولا لا؟ كور الهير بتاعه بعمل له انسبكشن، هل هو كورس عشان حالات الهايبوثايرويدزم. بعمل اكزامينشن للكونجنكتيفا نفسها، هل هي فيها كيموزس؟ هل هي فيها جوندس؟ لان الجوندس تفرق والكيموزس تفرق. هنتكلم بس في التشيك ليست وبعدين في اخر الفيديو هنقول الشرح بتاع كل حاجه. يبقى انا بعمل للاي ليد، بعمل للكونجنكتيفا نفسها، بعمل للسكليرا. السكليرا معلش ممكن تقلع النظاره. انا كده انا داخل على الحاله بشوف الاول قبل ما تخش على الساينز والاكزامينشن الانسبكشن بتاع الاي ليد بتاعه، الكونجنكتيفا من تحت، السكليرا من فوق. خلصت كل ده هبتدي اشوف الساينز بقى اللي احنا عارفينها.
بسم الله. هنبتدي بقى على اسماء الساينز اللي هي اسماء العلماء. طيب عايزين نحفظهم كده بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه وانا باصص كده انا شايفهم بحلقه الجريفز اللي هي اسمها ستيل واد ساين، اللي هي ستيرنج روب وانفريكوينت لينك كده. انا وانا شايف قبل ما اعمل حاجه هبتدي اقول له بص لفوق، بص لفوق كده، يعني بص لفوق عامل زي كده، مفيش فرونتال كورجيشن. دي اسمها الجوب فري ساين. فرونتال فيها اف، فجوب فري فيها اف، نو فرونتال كورجيشن. طيب هقول له نزل عينيك لتحت، نزل عينيك لتحت كده، هلاقي الليد لاج، المفروض ان الليد يجي بعد اللي يجي مع حركه العين، فالليد لاج دي اسمها فون جريفز ساين لتحت. ليد لاج فيها جي، ففون جريفز لتحت فيها جي. يبقى احنا كده قلنا الستيل واج ساين، قلنا الجوب فري ساين، قلنا الفون جريفز ساين. انا شايف كده ريم اوف اسكليرا، ريم فيها ار، ريم ده الريمبل ساين، ده الريمبل ساين. هبتدي اقول له غمض عينيك، لما يغمض عينيه عين الجريفز احس ان عينيه كده فيها تريمورز. في حاجه دي اسمها روزن باخ ساين، روزن باخ ساين، زي حركه ورد الروز كده وهو بيفتح، روزن باخ ساين، يعني كانها عايزه تفتح. طيب بعد ما خلصنا دي وهو قافل عينيه، انا شايف كده اوبليتريشن للسلقص بتاع السكريره، دي اسمها فريزر ساين. دول الساينز اللي قالوها في الراوند. خلي بالنا ان في ساينز كتير جدا في الجراحه، بس دول الساينز اللي اكدوا عليها في الراوند. يبقى تاني معلش عشان افتح عينيك، انا شايف عينيه كده هو سكارنج لوك ستيل واك ساين. قلت له ارفع جفنك لفوق، نو فرونتال كورجيشن شوفري ساين. قلت له نزل جفنك لتحت، جفن جراف فون جريفز ساينز. قلت له اقفل عينك، روزن باخ ساينز. قلت له شفت الاوبليتريشن للسلقص بتاع الاي، دي اسمها فريزر ساينز. بعد ما خلصنا الساينز دي، اهم ساينز في الجريفز اللي هي الاكس اوف سيرفس. الاكس اوف سيرفس عاملها اكزامينشن ازاي؟ عاملها اكزامينشن من ورا العيان. ابتدي اميل راس العيان كده بحيث ان اللي فيه بلين كده بين العين والزيجومه. نورمالي انا هشوف الزيجومه بتاعت العيان. طيب لو في بقى اكس اوف سيرفس والعين بروترودد، انا مش شايف الزيجومه بتاعت العيان. طب ده طبعا تيست مش دقيق. هجيب ايه؟ اكس اوف سيرمومتر او رورال تيست عشان اقيس الاكس اوف سيرفس. ده طبعا في الرمد وبتوع الاندوكراين عدوا عليه كده، يعني مرور في الجراحه. ده بالنسبه للاي ساين. انا كده اجزمت الاي، الاي اللي عندنا عباره عن اي ومسلز حواليها، لسه فاضل المسلز اللي حواليها ما عملناش اكزامينشن. طب هبتدي اعمل اكزامينشن للاكسترا اوكيولار ماسل ازاي؟ نكمل الساينز بتاعتنا باول اكزامينشن للاكسترا اوكيولار ماسل عشان نبقى خلصنا كل الساين مو بالساين. هبتدي اقول للعيان كده تابع الالم بتاعي كده، المفروض عينين تبتدي الاثنين الميديال ريكتس يكونتراكت ويدخلوا الاثنين التو اي كده لجوه. لا العيان بتاعنا بتاع الجريفز طبعا عشان عنده اكسترا اوبلر ماسل انفكشن، فعنده موب الساين، يعني التو الاثنين ما بيحصلهمش ايه؟ فيلير اوف كونفرجن. يبقى ده اول اكزامينشن للاكسترا اوبلر ماسل. طب اكزامينشن الاكسترا اوبلر ماسل ازاي تاني؟ هبتدي اعمل الاثنين بايلاتر، هم ما علقوش عليها في الراوند قوي، يعني انت المفروض الصح تعمل يوني لاترال وتعمل باي لاترال عشان تشوف الكونجي للاي موفمنت. بس انت تقول لي كده تابع الالم ده معايا فوق، تحت، على النص تاني فوق، تحت. ده اكزامينشن للتو اي موفمنت. بعدين اقول له غمض عينيك، انا مغمض عينيا الشمال، غمض انت عينيا اليمين، تابع الالم معايا فوق، تحت، اتش زيرو، غمض عينيك الشمال. بعدين كده ده الكونجيجيت واليوني اوكلر اي موفمنت. بعد كده عندنا حاجه اسمها الكونفرونتيشن تيست. الكونفرونتيشن تيست ده بتاع الاي فيلد. هبتدي نفس الفكره، اقول عليها مغمض انا في اليمين وانا مغمض الشمال. اول ما تشوف الالم قول شايف تمام، ابتدي اتش شيب الناحيه الثانيه شايف تمام، شايف الناحيه الثانيه، غمض عينك الشمال. أول ما تشوف الألم، لا خلي عينيك في مستوى عينيا، لازم أقول له المعلومة دي، لازم تخلي عينيك في مستوى عينيا.
ده الكونفرونتيشن تيست، بيبقى تلخيصا كده للاي، احنا مش عايزين نزود عن التشيك ليست. انا الاي عملت اكزامينشن لايه؟ عملت اكزامينشن انسبكشن بره الاول للاي ليد للكونجنكتيفا للسكليرا، وبعدين دخلت على الساينز بتاعت العلماء. اول حاجه عينه، اول حاجه وانا باصص كده ستيرنج لوك ورينو في سكليرا باين، ده ستيل وان ساين وده الريمبل ساين. قلت له بص لفوق، فوق فيها بون جوبري ساين. قلت له جوبري ساين اللي ما لقيتش فرونتال كولوجيشن، بص تحت بون جريفز ساين. وبعدين قلت له بعد ما غمض عينك، بعدين شفت ان في تريمورز للاي، وبعدين شفت الكونتريشن للسلطس، وبعدين عملت اكزامينشن للميديال ريبتاي ماسل فيلير اوف كونفرجن، وبعدين عملت كل اي لوحدها او تو اي عشان يكون جيب الاي روبي، وبعدين عملت الكونفرونتيشن تيست. مش عايزين نزود عندنا اكتر من التشيك ليست. هنخش بعد كده بقى على الاي اكزامينشن. الاي اكزامينشن عشان ما نطولش في التشيك ليست، هو عايز ايه؟ هو عايز انسبكشن، عايز تيست الاكسترا اوكيولار ماسل، عايز تيست للكونفرجن كونفرونتيشن تيست. طيب الاي انسبكشن كده عشان ما ننساهاش في الاول، اللي هي انسبكت الاي ليد، هينسبكت الكونجنكتيفا، هينسبكت السكليرا. ليه الاي ليد؟ لان الاي ليد ده ممكن يبقى فيه تشينجز خصوصا في الهايبوثايرويديزم، زي الهير ده يبقى لوست او كورس هير. طيب ليه الكونجنكتيفا؟ لان الكونجنكتيفا ممكن تبقى فيها كينوزس في حاله الجريفز، ممكن يبقى فيها جوندس، او العيان بص كده، بص فوق في الدم لايت، ممكن تبقى فيها في حالات الهايبوثايرويديزم ممكن تبقى فيها جوندس. ده بالنسبه للكونجنكتيفا. السكليرا عشان الريم في السكليرا المفروض يغطي سدس الكورنيا نورمال، تمام كده. وبعدين بعد ما عملت انسبكشن للحاجات دي، اخش على اسماد الساينز بقى بتاعه العلماء، نقولها بطريقه سهله وبسيطه. انا من الاول كده بص العيان، والعيان مبرق قدامي وانا شايفه مبرق، اسمها ستيل واج ساين اللي هي ان فريكوينت بلينك، وانا شفته فيها ريم سكليرا ريم اللي هي ده ريم بيل ساين كده. خلصنا اثنين ساين. ابتدي اقول العيان بص فوق وبص لتحت. بس اهم قاعده في كل الاي من اول دلوقتي الاي اكزامينشن، ان انا اقول للعيان ثبت راسك، لو سمحت ثبت راسك ما تحركش راسك، او انا ثبتها له. اللي هي اقول للعيان ايه عشان نحفظ الساين؟ بص لفوق، لا ثبت راسك لو سمحت، بص لفوق. دي ظهر كورجيشن للفرونتال، الفرونتاليس ماسل لوست الكورجيشن، دي اسمها جوفري ساين. طب بص لتحت، المفروض يحصل ايه؟ الليد نزل مع الاي، لما الليد يتاخر عن الاي دي اسمها ليد لاج، اللي هي اسمها فون جريفز ساين. كده خلصنا اربعه ساينز. اقول للعيان اقفل عينك، لو سمحت اقفل عينك، الاقي في تريموز كده اكن العين عايزه تخرج زي الورده روزنباخ ساين. ابص على السلقص بتوين الاي براو والاي بول نفسها، الاقيه اوبليتريتد من كتر الانفلتريشن، دي اسمها فريزر ساين. اسمها فريزر ساين. يبقى احنا خلصنا كده ستة ساين، ناقص لي فاضل الموبيا ساين. هقول للعيان كده اثبت دماغه كده، لان دي قاعده في كل الاكزاميشن بتاع الاي. اقول للعيان بص على صباعي كده، المفروض يحصل كونفرجن، لو لوست للكونفرجن يبقى دي اسمها موبيس ساين. فاضل اثنين ساين في الجراحه، البيم بيرتون ساين والكخر ساين. الكخر ده ان في نتيجه تراكي وماليشيا لما اضغط على اللوبز اللوب بتاع الثايرويد او الترقيه الرنجز بتاع الترقيه يحصل سترايدو. طيب والبين بيردون، اقول العيان يرفع ايدك كده لورا، المفروض لو هو عنده ريترو ستيرنال جويتر هيحصل له ايه؟ ساينوزس وسترايدو مش هيقدر يستحمل الى فوق. يبقى انا كده خلصنا الساين بطريقه سهله. انا وانا باصص له كده شفت اثنين ساين، اللي هي ايه؟ الستيل واد ساين والدان رينج. قلت له بص لفوق وبص لتحت، بص لفوق جوفري، بص لتحت فون جريفز. قلت له غمض عينك شفت اثنين ساين، الروزنباخ ساين والفريزر ساين كده. وبعدين قلت له اعمل الموبيس، عملت اعمل كونفرجن اسمها الموبيس ساين. دول الساينز اللي علينا في الاي اكزامينشن. بعد الساين قلنا ايه؟ قلنا الاي اعمل تيست الاكسترا اوكلر ماسل. تيست الاكسترا اوكلر ماسل اهم قاعده برضه، ان انت تثبت دماغك، غمض عينك، انا هغمض عيني الشمال هو يغمض عينه اليمين. المفروض احنا قاعدين على بعد متر من 60 سم، غمض عينك اليمين، غمض عينك اقفل عن الضهر، غمض عينك ثبت راسك، اما دي بعض الثانيه
حرك دلوقتي، حرك عينك مع صباعك فوق وتحت وبعدين كده. تمام، انا من الشمال حرك عينك مع صباعك، حرك عينك مع صباعك فوق وتحت. ده عملت يوني اوبن، المفروض اعمل كونجيجيت اي ماسل. كده بسم الله هنبتدي تيست للتو اكسترا اوبلر ماسل مع بعض، اللي عشان نعمل تيست الكونجوجيت اي موفمنت. ابتدي العب نظارك بعينيك الاثنين بقى، تابع وثبت راسك طبعا، تابع القلب. كده عملت التست الاكسترا اوكولار ماسك. هعمل بقى تاني حاجه في التشيك ليست، الكونفرونتيشن تيست. لو سمحت غمض عينك اليمين، ثبت راسك، اعمل حاجه. اول ما تشوف صباع قول شايف، اجيب من الفيلد من واسع شايف تمام. الميديال فيلد بقى اعمله ازاي؟ اغير ايدي، اخلي ايدي اليمين هي اللي تحط على ايدي الشمال، اقول له لما يجي الفيلد ده تمام. طيب العين التانية حط غمض عينك الشمال، اجيب الفيلد من واسع شايف شايف، اعمل نفس الكلام شايف كده. عملت الكونفرونتيشن تيست، يبقى كده خلصت الاي. نلخصها سريعا، اول حاجه انسبكشن، تاني حاجه الساينز بتاعت العلماء اللي احنا قلناها بطريقه سهله، تالت حاجه اكسترا اوكولار ماسل، رابع حاجه الكونفرونتيشن تيست اهم حاجه، والتست بتاع الكونفرشن اهم حاجه. مش انك تقطع على نفسك، اهم حاجه ان انت تحفظ التشيك ليست اللي عليك لك دي اللي هتتحاسب عليها. بسم الله بسم الله. تالت ايتم في التشيك ليست بتاعت الثايرويد اللي هو الاي اكزامينشن. هقول لعين كده لو سمحت في الايدك، هبتدي ابص في الايد على ايه؟ اول حاجه هبتدي اشوف التمبريتشر زي ما احنا متعودين، هبتدي احس بمنطقه نورمال الكلام، الايد اليمين والايد الشمال. ببتدي احس بايه؟ بالدورسون بتاع الهاند زي ما احنا متعودين، مش عارفين في الفيديوهات قبل كده. هلاقي العيان لو العيان سيرود هلاقي هي ايه؟ ورم فعلا. طب تاني حاجه همشي ايدي على العيان كده احسها، احس بعرق سويتي، ورم وسويتي. طيب تالت حاجه بقى اللي هي مهمه جدا جدا جدا، اللي هو اقول للعيان افرد ايدك قدامك كده، هلاقي ايه؟ وافرد صوابعك، افرد ايدك قدامك وفرق بين صوابعك كده، هلاقي ايه؟ فاين تريمز واضحه جدا في عيان الجريمز اللي عندنا. طيب عشان اتاكد اجيب الورقه ده اهي واعمل احط البيبر شيت كده، هلاقي الورقه بترعش. طيب سالوا عليها بقى في الجوت، نزل ايدك خلاص عشان كلمتين عليها كده صغيرين خالص. اللي يا ابني التريمز اللي نوعها ايه؟ فاين ولا كورس؟ لا يا دكتور هي فاين لان انا شفتها كده فاين. طب يا ابني ما عملتش الكورس ليه؟ كل العيان زق الحيطه، لازم تقول اعمل ايدك هناك بتبقى حيطه، وابتدي اعمل لها ايه؟ ستيميوليشن او انيشيشن كده. ده في حاله ايه؟ الكورس تريمورز. يبقى انا قلت ما لقيتش كورس تريمورز، اللي هي فاين تريمورز. طب يعني ايه دي فاين تريمورز؟ يعني يا دكتور الفريكونسي بتاعها سريع، يعني انا عماله ترعش بس الامبليتيود بتاعها واطي، على عكس الكورس. الكورس هتلاقي ايه؟ الفريكونسي بتاعها بطيء بس الامبليتيود بتاعها ايه؟ عالي. شرحوها دي في الراوند فخلي بالنا منها. يبقى انا كده شفت التمبريتشر، شفت العيان السويتي، شفت التريمورز اللي هي اهم ساين في عيان الجريبس. طبعا التريمورز هيسالك فيها وشرحوها في الراوند فخلي بالك ان هو الفسيولوجيكال، وانواع الثانيه اللي هي ممكن تبقى مع بيرسوناليتي عادي، وانواع فاميليان عائلات كده، وانواع بتبقى مع اللي هي ايه السايكاتريك ديس اوردر، وانواع مع الثايرويد ديزيز والكلام ده كله. فذاكروا التريمورز كويس جدا. بعد ما خلصنا التريموز هبتدي اعمل ايه؟ اشوف حاجه مهمه ومخصصه للجريفز قالوا عليها مهمه جدا، اسمها الثايرويد اكروباسي. يعني ايه الثايرويد اكروباسي؟ هبتدي اشوف النيل كده بانسبكشن بعينيا، وابتدي اقول له اعمل الويندو تيست. لو سمحت ممكن تعمل صباعك كده زي نورمال، ان انا اشوف ايه الفراغ الويندو تيست اللي احنا كلنا عارفينه وعملناه قبل كده في الكلابنج. طب في عيان الثايرويد اكروباسي بقى، العيان الثايرويد اكروباسي هو جريد 4 كلابنج،
يعني ايه بقى جريد 4؟ جريد 1 كلابنج اللي هو البوليتريشن للويندو ده، جريد 2 اللي هو العيان بارد بيك يعني انكريز في اللونجيتيودنال دايمتر، جريد 3 اللي هي درام اند ستيك يعني انكريز في اللونجيتيودنال والترانسفيرس دايمتر، جريد 4 بقى اللي هي درام اند ستيك ومعاها اوستيو ارثرايتس. سالوك بقى في الراوند ده اوستيو ارثرايتس يا ابني فين؟ في الريست جوينت. وقال لك عشان توصل رود اكروباسي ماست بي ان 3 فينجرز، الدكتور اكد عليها في الراوند، مش يعني مش فينجر واحد عشان توصل رود اكروباسي، رود اكروباسي لازم تلاقيها في كام؟ في 3 فينجر. يبقى انا الهاند كده سريعا ملخص تاني، هبتدي اول حاجه اعمل التمبريتش، بعدين اشوف كده السويتنج، وبعدين احط ايدك قدامك تريم، بعدين الويندو تيست عشان اشوف الثايرويد اكروباسي. طبعا في ساينز عند العيان اللي نزل لنا في الراوند حاجه اسمها بالمر بريسيما، وده قلناها نتيجة الهايبر دايناميك سيركيوليشن اللي موجودة في عيان الجريفز، دي حاجة زيادة مش مكتوبة بس هي موجودة في العيان. هنبتدي على الايتم بتاع الثايرويد بقى اللي هو لوكال اكزامينشن. طيب انا اهم حاجة عندي يا جماعة ان احنا نمشي تبع للشيك ليست، يعني احنا المعلومات كتير عارفينها وكل حاجة بس الشيك ليست نمشي على التكنيك بتاعها. الشيك ليست كاتب ايه؟ اهم حاجه البوزيشن بتاع العيان بتاعت الحساسيه، لو سمحت ادني الاكتر لورا كده شويه، بس لا مش لورا قوي، سلايتلي اكستنتد، ورخي رقبتك خالص وريلاكس تمام كده، انا كده شايف الثايرويد من فيو كويس، ده اهم حاجه. بتبتدي بالاول ايه؟ زي اي اكزامينيشن انسبكشن، هنعمل انسبكشن بالزيشن، قلنا ايه؟ قلنا له معلش ادني الاكتر لورا، ورخي رقبتك خالص ما تشدش رقبتك، يبقى انا عملت سلايتلي اكستنتد والمصر ريلاكس. وقلنا اكسبوجر فين؟ للابر شيست ما ننساهوش تمام كده؟ طيب هعمل ايه؟ انسبكشن الاول، انسبكشن زي ما احنا عارفين الاس اللي احنا بنقول عليها السايت، انا شايف السولنج عين الجريفز اللي جنبه، السولنج في اللور بتاع النك. طيب السايز اقول بقى حوالي كام؟ في كام سنتي زي ما يكون موجود؟ الشيب بتر فلاي بين شيب سايز سايز شيب سكين اوفر لاينج، اهم حاجه جدا لو في سكارز، العيان ما كانش عنده سكار بس هتلاقي رسيمه محبره جدا، سكين اوفر لاينج اللي هي الساينز اوفر بتاعت الانفلاميشن، وعلى بقى لو في اي بيجمنتيشن اي في دايليت فين زي ما احنا عارفين. اهم حاجه بقى في الثايرويد في الانسبكشن هي السبيشال ساينز، مهمه جدا 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 انت تقول ان الثايرويد موز اب اند داون وز روتيشن، لو سمحت ابدا عليها كده. الناس الثايرويد ايه؟ في العيان بتاع الجريفز طالعه نازله مع الدوبليشن. تاني سبيشال ساينز اقول له عن ايه؟ بروتروجن للطنج، بس انا طبعا سهل لو هي ساير بلوسال سيست هي اللي هتتحرك مع ايه؟ البروتروجن بتاع الطنج. انا كده عملت انسبكشن للثايرويد، حته بقى مكتوبه في التشيك ليست هننساها اللي هي ايه؟ الجيركي كاروتيد بلسيشن في الابر بول بتاع الثايرويد، يعني عنده جريفز هلاقي الكاروتيد عماله تنبض، دي مكتوبه في التشيك ليست في الانسبكشن. خلي بالنا يا جماعه ان انا اعلق واقول في او مفيش جيركي كاروتيد بلسيشن، ده بالنسبه للانسبكشن. بسم الله. عندنا هنتكلم بعد كده على ايتم البلبيشن. البلبيشن فيه تو ميثود، انتيريور ان انا اعمل له بلبيشن انتيريور وانا قدام العيان، والبوستيريور هي دي اللي هنعملها، انتيريور دي يعني ما بتتعملش كتير وبركزوا على البوستيريور. يعني انا المفروض طب انا قبل ما اعمل بوستيريو هبتدي اعمل كومنت عليه عشان ما انساهوش، هبتدي اعمل كومنت على التمبريتشر والتندرنس، يعني انا رايح احط ايدي كده واقارنها هنا ايدي كده واقارنها هنا هلاقيها في العيان فعلا وورم. طيب وانا حاطط ايدي ابص على عين العيان اشوفها بتوجعه ولا لا، دي مهمه جدا ابص على عين. وبعدين اساله حتى لو هو ما اظهرش ممكن يكون بيتحمل في حاجه بتوجعك؟ لا. يبقى انا كده خلاص خلصت الاثنين اللي انا عملتهم انتيرو وامشي وبصير للعيان. اول بصير بقى ابتدي اعمل ايه؟ نيك سايت اكستنشن كده واقول له رخي نفسك خالص، ابتدي بايدي اليمين انا هفحص الاول اللي انا هفحصها الاول اليمين، يبقى ثبتها بالشمال، انا اضغط على اضغط ايديا الشمال كده وازق الليفت لوب واثبته عشان افحص ايه؟ الرايت لوب. طيب انا بكومنت على ايه وانا بفحص الرايت لوب؟ انا الثايرويد جلاند يا جماعه عباره عن ايه؟ عن تو لوبس وقسمس وحواليها حاجتين ماسلز وفيسلز وموفمنت، يبقى انا لازم اكومنت على كل دول عشان اريح دماغي واسست نفسي. انا في الاول كده على الثايرويد لوب، اكومنت على الثايرويد لوب نفسه السايز بتاعه كام؟ الشيب بتاعه زي ما انا عملت كده، وابتدي
اكومنت فيه هل الكونسيستنسي بتاعته، والكونسيستنسي في الجريبز فيرم بس العيان اللي نزل لنا سوفت. خلي بالكم من النقطه دي، الكونسيستنسي مهمه في الجريبز فيرم بس العيان اللي نزل لنا سوفت. انا كومنت على الكونسيستنسي والسيرفيس، وهل في سريل ولا لا؟ لا مش حاسس سريل تحديد. طب والليفت لوب اعمل نفس الكلام، اضغط بالدايه اليمين واعمل اكزامينشن للوب نفسه للسيرفيس والكونسيستنسي والسايز والتيرنرز والبرود، ولو في سريل برضه اقولها ولا. طب فاضل مين اللي بيربطهم ببعض؟ الاسمس، ما نساهوش. ابتدي اعمل اكزامينشن للاسمس كده واقول للعيان ابلع، اطلع في الشيء اللي عليها كده اشوف الاسمس بيتحرك ولا لا. طيب الايدج بتاعنا يا جماعه، الايدج بتاع الثايرويد هبتدي احط ايديا الاثنين كده في اخر رقبه العيان وابتدي اقول للعيان ابلع عليها. هبتدي الاقي الثايرويد بتتحرك وتنزل بس تحت الصباعين اللي انا حاططهم، بيبقى كده الايدج بتاعها ايه؟ ويل ديفايند ايدج، مش نازل على الريتروسترنال، مفيش ريتروسترنال بوينت. يبقى انا كده عملت اكزامينشن ايه؟ للتو لوبس بتاعت الثايرويد واكتب الكومنت اللي احنا قلناه ده. طب فاضل مين؟ الثايرويد دي حواليها ماسلز وحواليها فيسلز ولمف نود، ما نساهمش. تمام كده؟ هبتدي اعمل اكزامينشن اشوفها عامله انفلتريشن للمصل ولا لا. هبتدي اقول للعيان لو انا عايز اعمل اكزامينشن للسترن والمصطيه اليمين، هبتدي اقول للعيان زق ايديا الشمال، فانا لقيت السترن والمصطيه حساسيه تحت ايديا، هبتدي اقول له خلاص رخي ايدك واميل ايده كده واميل ايديا كده وابتدي افحص السترن والمصطيه اشوفها ما حصلهاش انفلتريشن ولا لا. وكذلك الناحيه، بص زق ايديا ناحيه اليمين خلاص اهي لقيت السترن والمصطيه الشمال، اقول رخي دماغك اميلها كده وافحص الاسترنو مصطويد الشمال. طب لو عايز افحص التو سترنو مصطويد مع بعض، اقول للعيان زق ايديا زق الجبهه، هبتدي احس ان ايه؟ ان التو سترنو مصطويد كونتراكتد والثايرويد دخلت لجوه، ده معناها ان هم مش عاملين انفلتريشن لايه؟ للثايرويد. فاضل ايه؟ فاضل الفيسلز والليمف نود. الفيسلز اللي عندنا ايه؟ هو الكاروتيد، الكومن كاروتيد ار. ببتدي احس الكومن كاروتيد يا جماعه يوني لاترال، ما ينفعش احس التو كومن كاروتيد مع بعض عند العيان سنكوب. عندي ايه؟ عند الليفل بتاع سي 6 حسيت اول راي، وابتدي استنى شويه وابتدي احس الليفت، لا محسوسين، مش حصل لهم كده انفلتريشن لان دي ساين مهمه جدا من الساينز بتاعت الميجن. فاضل ايه؟ الليمف نود. الليمف نود عندنا ايه؟ هوريزونتال جروب و فيرتيكال جروب. الهوريزونتال بسرعه كده سبمنتال سبمنتيبولر جوجل دايجستيك بري كوربلر، وناس تقول لك بيركزوا في البطن اعلى من بري كوربلر من قدام، وبعدين بوستيريور كوربلر، وبعدين اوكسيبيتال، وبعدين ابتدي اعمل ايه؟ اللونجيتيودنال الفيرتيكال جروب. الفيرتيكال جروب عندنا ايه؟ الاسترون المصري المصري نفس الكلام، هو زور ايديا عندي سوبرفيشال استرون المصري، بعدين دي الاسترن المصطوي دي الانتيري، بعدين بوستيري الاسترن المصطوي، وكذلك الناحيه الثانيه. فاضل ايه مهمه جدا؟ الصب اللي هي السوبرا سبرنال ليمف نود، السوبرا كلافيكولار ليمف نود، عارف حط ايدك في وسطك كده، السوبرا كلافيكولار ليمف نود والاسكالين ليمف نود. انا عندي اي سبرنال مصطوي اقول عايز ذوق ايديا كده، هلاقي تو هيد كده الاسبرنال مصطوي كده، احط صباعي هنا كده اصبع الناحيه الثانيه. يبقى انا كده عملت فول كومنت على ايه؟ على الثايرويد. يبقى انا دماغي ان الثايرويد عباره عن لوبس وحواليها فيسلز وليمفوم. طيب ده بالنسبه للبابليشن. عندنا تاني حاجه بالكشن. البالكشن ده انا بعمل كونيشن ايه؟ بالريتروسترونال بوت، بتعمل البالكشن كده فروم انتيريور بصوابع كده. لو لقيته ضل يبقى انا عملنا فيه ريتروسترونال بوت، لو لقيته ريزوننت هو موجود عند عين ريزوننت، مفيش ريتروسترونال بوت. فاضل الاوسكالتيشن، بتعمل اوسكالتيشن للهيروين، لان لو في جريفز معناها ان الفاسكولاريتي بتاعت الجلام عاليه، معناها ان في هيروين مسموعه على اللوبس بتاعت السيارات. ابتدي احط السماعه وبص كده الناحيه الثانيه عشان تشوفوا على الثايرويد لوبس نفسها، مش بعمل اكزامبل، مش بعمل احط سماعه على النت، لا على الثايرويد لوبس اللي هي واضحه عند العيان، وابتدي اسمع في هيروين ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم.
بعد ما خلصنا الاكزامينشن الدكتور هيقول لي يا ابني ايه الكومنت بتاعك؟ هقول بعد ما كومنت لو لقيت فيه اي ساين دي مشهوره جدا ولقيت الهارت تاكي كاردي اقول دي اكيس اوف سيروتوكسيكوزيس موستلي جريفز ديزيز ديو تو بريزنس اوف اكزوسايروس كومبليكيتد. بقى لو انت شفت حاله لو انت شفت اي كومبليكيشن مع العيان ضغطه عالي الهارت فيلير لو شفت اي كومبليكيشن بتاع السيروتوكسيكوزيس اللي احنا عارفين ان يبقى الفاينل كومنت ده مهم. نبتدي نقول بسرعه كده ان السيشن بتاعتنا بتكون في حوالي 5 دقايق. انا داخل على العيان. السلام عليكم دكتور ادهم جميل طالب سنه 5 اسمه الله يحفظ حضرتك. حضرتك ممكن تقعد وتكشف صدرك للدكتور ولو بنت اقول لها تكشف الاجرام لان انا كده عملت الاكسبوجر بتاعي. ابتدي بالجنرال كده هل عيان سبيشال فيشز ولا لا. تخش الفايتال داتا اقيس النبض اقيس ضغط العيان اشوف الوتر هو البلس ما ننساهاش. ابتدي اشوف الاي ساين اعمل انسبكشن للاي ليد والسبيرا والكيموزيس. ابتدي اعمل كل الساينز ارفع عينك من فوق عينك من تحت ابتدي اعمل موفير ساين في عينك وبعدين ابتدي اعمل اكس اوف سالموس لو سمحت تعمل كده وبعدين بعمل اكس اوف سالموس ابتدي اعمل اكسترا اوكولار ماسلز والكونفرونتيشن تيست غمض عينيك. بعد ما خلصت كده الاي ابتدي اخش على انت الهاند ما انساهاش. ابتدي اقول عينك في ايدك كده اشوف التمبريتشر هل في اي سويتنج اشوف تريمورز في ايدك وفرق بين صوابعك كده وحط ورقه واعمل كده اسيبها لان الدكتور حيطه واعمل لها انيشيشن للتريمونت وبعدين اعمل الويندو تيست عشان اشوف الكلابنج وبعدين بعد كده السيرويد ابتدي اعمل انسبكشن الاول اقول للعيان طلع لسانك قول لعريقك سبيشال ساين واشوف الكاروتيد ما انساهاش من التشيك ليست. ابتدي اعمل بالديشن وانا من قدام للتمبريتشر في اي حاجه بتوجع ببص على عينيه وانا من ورا لكل سيرويد لوب اثبت اللي من اليمين وافحص بالايد الثانيه لللوبز نفسها للتو لوبز للسايز والسيرفس والكونسستنسي والسكيت اوفر لاين. السكيت اوفر لاين دي للبنشنج تيست ما ننساهاش. افحص الحوالين السيرويد اللي هي الستيرن ماستويد ماسلز والليمف نود وافحص الكاروتيد ما ننساهاش مهمين جدا. وابتدي اعمل بيركشن وابتدي اعمل اوسكالتيشن للوبس نفسها لو في اي بيرويد. اهم حاجه زي ما احنا قلنا ان انت تعمل التكنيك صح المحاسبه على التكنيك. طيب بالنسبه لاسئله الراوند الراوند سالوا سؤالين قالوا التريمورز في السايروتوكسيكوزيس بتبان فين؟ بتبان في الهاند تمام كده؟ بتبان فين تاني؟ في الطنج وبتبان في الاي. يبقى التريمورز ثلاثه سايد للهاند الاي والطنج. سالوا ايه الفرق ما بين الساينز اوف اكتيفيتي بتاع الثايرويد والساينز بتاعت السيفيرتي تمام كده؟ الساينز بتاعت الاكتيفيتي والساينز بتاعت السيفيرتي موجودين في النظر يا ريت نراجعهم عشان بيسالوا فين. الساينز بتاع السيفيرتي معناها ان انا العيان ده محتاج سيرجري اللي هي ايه الساينز بتاع السيفيرتي اللي هي اكيوت بروكتوزيس مره واحده حصل له بروكتوزيس لوس اوف فيجن ديبلوبيا واكسترا اوكولار ماسل افكشن. يبقى خلي بالك الساينز بتاع الاكتيفيتي معناها ان العيان محتاج بالس سترويد. الساينز بتاع السيفيرتي اللي بتلعب راوند دي معناها ان هو محتاج سيرجري. زي ما احنا قلنا كده خلصنا السيرال اكزامينشن.